صباح الخير توني. شروبك بالرياضة؟ صح، سمعت سمعت. منيح للرياضة؟ لما بعد الرياضة؟ جدا منيح، لأنه هو عالي جدا بالبروتين، سو بيقدروا يستفيدوا منه الرياضيين بما أنه هني أصلا كمان بحاجة لسعرات حرارية عالية. خبرينا شو بيحتوي. اوكي، سو اليوم حنعمل شيك او حنعمل سمودي او عصير او كوكتيل، الاسم اللي بدكم اياه، يلي حيكون عالي بالسعرات الحراريه. الهدف من هيدي الحلقه اليوم انه نساعد الاشخاص اللي عندهم نحافه مفرطه او حاسين وزنهم قليل وحابين يطلعوا بالوزن، انهم يستفيدوا من وجبه بيقدروا يشربوها الشرب في حال كنا مستعجلين، في حال كنا ما كثير الا نفس انه ناكل. وحنحكي شوي اكثر عن هيدا الموضوع، ولكن ايضا الرياضيين بما انه هي وصفه جدا صحيه وعاليه بالبروتين بيقدروا يستفيدوا منها. حنستعمل فيها الشوفان، الاناناس، الشيا سيد، وحنستعمل فيها فاصوليا بيضاء. طبعا كثير مستغرب بقلب عصير يكون في فاصوليا بيضاء، ولكن لما تعملوها وتدقوها ما حتحسوا بطعمه شيء هيك طبيخ او شيء من هذا النوع. واكيد حنحط فيها الحليب ايضا. الوصفه جدا سهله. اللي حنعمل فيه حنبلش فيه هو انه اخذنا موزه. طبعا نحن بنشوف في احجام مختلفه للموز بالسوق، سو بنفضل نستعمل اكبر موزه عندنا بالبيت في حال كنا عم نعطي هذا المشروب للاشخاص اللي حابين يطلعوا بالوزن. نأخذ الصوماليه يعني تحياتنا لمشاهدينا بالصومال. بالصومال. فاللي حنعمله حنقشر الموز وحنبلش نفوت المواد ماده ماده عقل بالخلاط. فاذا طبعا بحاجه لخلط بهيدي الوصفه. على سيره الرياضه، رياضه ما بتنفع بدون موز، يعني حتى لو ما كان في مشروب موزة قبل الرياضة. موز أو التمر، أي فواكه في بقلبها بوتاسيوم عالي. عادة نحن بنفضل نأخذ الموز قبل الرياضة لأنه بقلبه بوتاسيوم عالي، فبخفف لي من موضوع ومغنيسيوم كمان، فبخفف لي من موضوع التعضيل خلال الجلسة الرياضية لحتى أقدر أخذ الماكسيموم تبعي داخلها. وبيعطي الطاقة طبعا. بيعطي طاقة طبعا. كمان في البينات باتر، زبده الفستق السوداني. هلا ما استعملت زبده الفستق بهيدي الوصفه، للاشخاص اللي ما بحبوا الفاصوليا او ما بحبوا البقوليات بشكل عام فينا نستعمل زبده الفستق بدل ما نحط نص كوب من الفاصوليا بنحط نص كوب من زبده الفستق. يعني لو استعملتيها كنا رضينا السودان والصومال. هي زينة. صح. حنستعمل نص كوب من الشوفان وحنحط تقريبا 5 أكواب من الاناناس. عصيره الاناناس، هل صحيح يا اختصاصيه التغذيه انه الاناناس بيحرق؟ الاناناس بيحتوي على انزيمات بتساعد على الحرق. ولكن الدراسات لما تنعمل دراسه بيكونوا عم بيعطوا الشخص اللي داخل بالدراسه بشكل يومي اناناس بكميه كبيره وبيعملوا نتيجته بعد مثلا شهرين او ثلاثه. الدراسات بتفرجيك انه انجا بتنزل 20% او بزيد حرقك بالفعل 20% زياده. اذا انا هدفي نزل بالوزن وعم باخذ اناناس كرمال نزل بالوزن ولكن عم باكل كل شيء ثاني ما حانزل بالوزن. وذات الشيء اذا انا هدفي اطلع بالوزن وعم باخذ اناناس بكميات كبيره ما حانزل بالوزن، حاطلع بالوزن. يعني ما اخذوا حجه. ما اخذوا حجه. الاكل اللي نحن بناكله بعلي لي او بنزل الوزن على حسب السعرات الحراريه اللي انا عم بتناولها. لهيدا السبب اليوم عم بتشوف كل المكونات تبع هيدي الوصفه هن مكونات جدا صحيه، عاده بنستعملها بالوصفات اللي نحن بدنا ننزل فيها الوزن، ولكن بهيدي الحلقه نحن حنطلع الوزن لانه استعملنا اكثر من مكون بكوب من واحد، فصارت السعرات الحراريه جدا عاليه. فاذا حنستعمل الاناناس، فينا اكيد العصير اللي بضل منه كمان بيحتوي على السكريات، ومثل ما شايف فيه فواكه وفواكه صحيه. وفينا نستعملها صح؟ اناناس طبيعي، اناناس معلب مش غلط. وكمان هيك ملاحظه انه الاناناس المعلب بيحتوي على مواد اكثر من الاناناس الطبيعي، لانه الاناناس الطبيعي بيكون جايينا بصفره وبيقعد بالسوبر ماركت كذا نهار وبالبراد كذا نهار لناكله بالاخر، وانما الاناناس المعلب دغري عم بيفوت على قلب العلبه، فالمكونات اللي بقلبه الفيتامينات والمعادن بنحافظ عليها بطريقه احسن. هيدي معلومه خارجه عن المالوف. هيدي خارجه عن المالوف صحيح. فاذا حنستعمل نص كوب من الفاصوليا البيضاء، طبعا لازم يكون طبخينا قبل او سلقينا قبل لحتى ما تكون كرانشي معنا داخل الوصفه. حنستعمل ملعقه صغيره من الشيا، مرقه كبيره من الشيا سيدز. منتجنا احمد ياسين ضوت بعيونه الفاصوليا من فوق. من بحب ولا ما بحب؟ لا فاصوليا. ليه فاصوليا؟ لانه نحن بحاجه لمصدر بروتين. فالشخص اللي بده ينزل بالوزن او الشخص اللي بده يطلع بالوزن هو بحاجه لمصدر من البروتين. فينا نستعمل بينات باتر، بس بما انه معظم الحالات اللي بتجي لعندي على العياده ما بحبوا البينات باتر، وانا عم بستهدف هيدي الاشخاص يلي حابه تطلع بالوزن، فحبيت غير لهم اعطيهم مصدر بروتين ثاني ما له طعمه قويه. عاده البينات باتر طعمتها جدا قاسيه فحاده،
في كتير ناس بتحبها وفي كتير ناس ابدا ما بتقبل انه تاخذها. وهون بتتخبى طعمه الفاصوليا بالحلاوه تبعت الاناناس اللي عم تطلع عنا، فبصير في عنا هيدا الخليط اللي طعمته كتير طيبه. طبعا بهالحال استعملت حليب كامل الدسم، الاشخاص يلي بحبوا فين يستعملوا اي نوع حليب ثاني، فينا نستعمل حليب الصويا او حليب اللوز اذا ما بنحب المنتجات الحيوانيه، ولكن بدنا ننتبه انه تكون محلات ما تكون غير محلات، لانه هدفنا بهيدي الحاله انه نعلي من السعرات الحراريه. والفاصوليا فيها الياف كمان، فيها الياف، فيها بروتين، فيها نشويات مفيده لالنا. انا بهالوقت رح اسكت واترك الكلمه للخلاط. للخلاط عشان الصوت طبعا. فمثل ما شايفين الموضوع جدا سهل، خلص عنا السموذي. يعني الموضوع هالقد كثير هين وسهل. 10 ثواني صحيح، لأن المكونات اوريدي كلها مسلوقه، اوريدي كلها هي تحتوي على كميه مي كبيره. هيدا المكون، هيدا الوصفه كلها عم تعطيني 790 سعره حراريه، يعني اذا بدنا نقسمها على 2 كوب، الكوب الواحد عم يعطينا اكثر من 300 سعره حراريه، تقريبا 400 الا شوي. فالكوب الواحد مثل ما شايفين هون اللي هو بيكون جدا شهي عم بيعطيني بديل وجبه كامله. انا كشخص بدي اطلع بالوزن، بدل ما اشرب بيبسي او مشروبات غازيه مختلفه كرمال فوت سعرات حراريه عاليه على قلب الجسم، المشروبات الغازيه ما عم تعطيني اي فوائد غذائيه، ولكن بهيدا المشروب عم باخذ سعرات حراريه عاليه وعم باخذ الفوائد الغذائيه اللي انا بحاجه لها. والمضحك بالموضوع انه بس يجي لعندي شخص بده يطلع بالوزن وانصحه انه لازم تعمل سبور ولازم تاكل اكل صحي ولازم تاكل كميات قليله، بصير في مفاجاه. فلكل شخص حابب يطلع بالوزن عنده مشكله نحافه مفرطه، اول شيء لازم نشوف دكتور لنتاكد انه ما عندنا اي مشاكل بالداخليه داخل الجسم. ممكن يكون في عندنا مشاكل بالغده، ممكن يكون في عندنا مشاكل الايض السريع، ممكن نكون اخذين جينات او مكتسبين موضوع الفرط بالنحافه من اهلنا. فهون الدكتور بيقدر يساعدنا بانه يعطينا العلاج المناسب. نظام الغذائي، في حال كنا الدكتور قالنا اوكي يور تشيك كلك تمام ما عندك اي مشاكل، ببلش دور النظام الغذائي هون. هلا احرجتينا انت. ليه؟ لانه قلتي لنا هيدا موضوع بعد ما تناولتوه بصباح النور مع دكتور اختصاصي، وبذات الوقت فتينا، يعني خلص بنوعدك وبنوعد المشاهدين بفقره طبيه خاصه عن النحافه. لا بتصدق مش على وقتي يمكن. عن النحافة المفرطة، لأنه بالنحافة المفرطة في كتار بيروحوا يمكن للبطاطس المقلية أو صح. البرجر صح. وما بتنفع، هيدا كتير غلط، ما بتنفع وبتضرهم بالعكس. صح، لأنه الزيوت العالية جسمك ما بيمتصها. يعني الأشخاص اللي عندهم نحافة مفرطة عادة بيكونوا بحاجة لنشويات وبروتينات، لأنه الوضع بيكون عندنا متدن العضل لدرجة أنه العضلة هي صغيرة جدا، فبيبين الهيكل العظمي تبع الشخص، مشان هيك بنشوف في نحافة كتير كبيرة، فبيكون الشخص مضايق من الشكل تبعه، ممكن يكون عم يعمل لهم مشاكل صحية، خاصة النساء ممكن تعمل لهم مشاكل بالعادة الشهرية، بصير في عندنا كمان عدم قدرة على الإنجاب، فكتير شغلة بيعلى التريجليسيريد والكوليسترول. صحيح. ولو كنا يعني مش ضروري الانسان يكون سمين حتى. فمن هون مشكله النحافه المفرطه هي مساويه لمشكله السمنه، ولازم نحل المشكلتين. النصائح هيك على السريع للمشاهدين، الاشخاص اللي عندهم نحافه مفرطه كثير ضروري انه نعمل رياضه، بس ما نعمل رياضه الكارديو اللي هي الركض او المشي، فينا نعمل رياضه حمل الاثقال لحتى نقدر نشجع هيدي العضله اللي صارت جدا تلفانه وصغيره عنا انها تكبر. وللاشخاص يلي حابين يطلعوا بالوزن لازم ناخذ وجبات جدا صغيره، ما تجبروا حالكم تاكلوا اكثر من اللزوم، ولكن كل 3 ساعات خذوا وجبه صغيره. الشيكس فين يكونوا عم بيحلوا محل المي لما نكون عطشانين، فينا نشرب حليب، فينا ناخذ شيك بدل ما ناخذ بعد الاكل مثلا حلو مصنع بسكريات عاديه، لحتى ناخذ النشويات الكامله يلي حتقدر تساعدنا نفوت سكر بطريقه بسيطه وبطيئه على قلب الدم. هذا الشيء حيساعدنا نعلي العضل ونعلي الوزن بطريقه تدريجيه. طيب نور، بدقيقتنا الاخيره ذكرينا شو في بالمشروب. وبيخطر على بالي سؤال، في ناس مفكرين انه العصير، عصير الفواكه يلي بالاجمال الكوب الواحد يمكن بيحمل تنقول اذا ليمون 120 سعره حراريه برتقال، صحيح بدك شي 3-4 حبات ليمون او برتقال، صحيح بيكون في فخ هون وبيسمنه، كانك هون لما جمعتي عده عناصر غذائيه فواكه وخضره بذات الوقت طلعتي من هالمشكله.
صحيح. صحيح، لأنه بهذه الطريقة نحن مش بس عم نعطي سكريات، نحن عم نعطي وجبة متكاملة، ولكن لأنه الشخص عادة اللي عنده نحافة مفرطة ما بيكون له نفس على الأكل، أو ما حيقدر يأكل صحن فاصوليا مثلا، نحن حطينا له كفكير من الفاصوليا داخل المشروب، المشروب حيقدر يستمتع فيه، حيقدر ياخده معه مثلا على الشغل بطريقة أهين ما يحمل معه أكلاته. نحن بدنا نشكرك، يعني خليتي لنا الدايت ممتع بذات الوقت، لان بالاجمال بنفكر انه الحميه الغذائيه ممله ومزعجه. شكير طيب. مع نور قرع علي، ممتعه وطيبه شهيه. شكرا لك نور، الى الاسبوع المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الى ما بعد الفاصل وبعد هذه المعلومه.